السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنقفل معانا محاب الزاوية بإذن الله، السخان والقعدة. ده معانا الطباط اللي بنحلها بتاع خلاط القعدة. هو على فكرة الخلاط مش موجود حتى، يعني كان صاحب البيت ما كانش طلب إن أنا أعمل خلاط سخن وبارد، بس أنا عملته احتياطي، ربما يحتاج يعني في أي وقت بعد كده. والخلاط ده هو بيبقى مقاسه على 11 سنتي او 12 سنتي اقصى حاجة، فهنركب محابس عليه دلوقتي. ودول المخرجين مية اللي قاعدة معايا على الشمال واليمين من جنبين الاتنين. زي ما احنا شايفين طبعا الكعان يعني حوالي مدفونة حوالي 3 او 4 ملي، فدي ان شاء الله مش هتحتاج معانا توصيلة او عقلة، يعني هنربط على طول المحبس بإذن الله. ولو جينا نربط مثلا محبس ولقينا، طبعا بترجع ان السن بتاع المحبس فيه منه مقاسات، فيه بيبقى محبس سنه طويل وفيه سنه قصير. لو سنه قصير هيحتاج عولة، مش طويل هيربط عادي من غير عولة. ده في حالة ان هو لو القوة على وش البلاط معانا او مدفون 3 4 ملي مش هيحتاج عولة ان شاء الله. وبنحط الوش النيكل الأول وبعد كده بنلف التفلون. احنا لو حبيت تلف التفلون، المشكلة ان الوشاش النيكل دي في منها بيربط محكوم معانا على السن، وفي منها بيبقى واسع شوية، فالأفضل ان احنا نركب الوش الأول وبعدين نقفل عليه التفلون بالشكل ده. هو بيبقى صعب شوية في اللف بتاعه عشان الحرف اللي جوبه في الوش النيكل معانا. ده اشتغل معانا على الشطاف، لأن القعدة اللي جاية مفيش معاها محبس اللي هو 3 في 1، اللي هو بيبقى راكب في جنب القعدة بيوزع معانا الخزان والشطاف. بيحتاج فرعة واحدة بس من الحيطة، فهو مش مجهزة يعني ما جايش معاها. ده بيرجع على حسب نوع القعدة، في أطقم بيجي معاها المحبس ده هو، وفي ما بيجيش معاها على حسب السعر بتاعها. هي بيطلع معاها القاعدة بتاعتها أو الغطا بتاعها والمكنة بتاع الكومبينيشن. ده بالنسبة للطقم العادي. أما لو مجهزة بيجي معاها متقفلة، المكنة بتاعتها بتيجي متقفلة، بتحتاج بس إن أنت بتجمد عليها كويس وخلاص، ومعاها المحبس بتاعها والوصل بتاعتها موجودة معاها والمسامير بتاعتها، يعني بتيجي بحاجتها كاملة. طبعا التلات مخارج معانا في مستوى واحد زي ما احنا شايفين اهو. ونحاول ان احنا لما نجيب المحابس ده، هي نحاول نجيب يعني حاجه كويسه. في انواع كتيره كويسه على فكره موجوده، بلاش خالص المحابس اللي هي الضعيفه اللي هي الصيني. في حاجات تركي وفي حاجات ايطالي، وفي شركات معتمده منزله محابس برضو ممتازه كويسه، برضو محابس نحاس حلوه، والفرق مش كتير والله. يعني احنا بالذات في الحاجات السباكة دي انا بفضل ان احنا نجيب يعني تكون افضل حاجة، يعني عشان ما نقعدش كل يوم نغير وتسريبات وكلام من دون. في محابس موجودة بس ضعيفة جدا، وعامل يعني 35 جنيه و30 جنيه. المحبس الكويس يعني 50 او 55 جنيه، فرق 10 او 20 جنيه مش مشكلة، بس نجيب حاجة كويسة. الضعيف ده ممكن وانت تربطه لو قرصت عليه شوية كلاته توتيا يتهري معاك.
او ينكسر معاك. الصرف اللي احنا شايفينه ده هو هيشتغل عليه مانيجا سوستة، وممكن يشتغل عليه مانيجا كوع، في مانيجا كوع برضو اللي هي العادية. بس المانيجا السوستة بتكون أفضل، يعني عشان خاطر إن هي بيجي معاها الجوانات بتاعتها والكوتشات بتاعتها، لو حد يعني حاول إن هو يعني يشتغل يعملها بإيده مش هتحتاج أسمنت. إنما المانيجا العادية لازم يتقفل حوالين منها، لأنها بتبقى رفيعة معانا، بتبقى 3 بوصة، وبتعوز يتقفل حوالين منها كويس، لأن الصرف بتاع القعدة معانا 4 بوصة، فبتبقى فيه فراغ جامد حوالين منها. ده مخرج بتاع القعدة اللي هو على الشمال. أنا ما كنتش عامل حسابه على فكرة، بس فوجئت إن القعدة ما فيهاش غير مخرج واحد بس، والمخرج ده هو اللي هو بتاع العوامة أو حنفية الكومبينيشن، يعني على الجنب الشمال. ده طبعا جزء اللي احنا شايفينه ده هو جزء زي صامولة كده مبطط، نحاول ان احنا نربط منه حتة كده مضلعة في المحبس. ما نحاولش يعني ان احنا نضغط عليه من اي مكان تاني عشان خاطر ما يتجرحش معانا. كده احنا قفلنا ال4 محابس دول، وهنحل معانا وصلة السخان. طبعا المحابس اللي عدت دي الكعان على وش البلاط معانا، يعني مدفونة حاجات بسيطة، فمتقفل حوالين منها اسمنت في البلاط كويس، مفيش فراغات حوالين منها. ده هنا طبعا السخان مدفون معانا شوية. دول نبلين نيكل بنربطهم عشان خاطر ما بنيجي نضغط الشغل او نكبس الشغل، بتبقى الجهاز بتوصل على خط واحد، فالوصلة دي بتوصل معايا بحيث انني اضغط الخطين الاتنين السخن والبارد. فانا هنربط على النبل ده هون، هنربط عليه قوع فرنساوي. نحاول ان احنا نمسح الاسمنت الزيادة اللي على العرانيس ده هون عشان ما يبقاش شكله عريض، او تبقى مكان الشكل بتاعه يمشي كويس. كده الوش النيكل هيركب خارج الصامولة، او على النبل ده هون في صامولة في النص ما بين السنين الاتنين، السن الداخلي اللي راكب على الكوع معانا والسن الخارجي اللي احنا شايفينه ده هون، ده هتركب بره الصامولة، وبعد كده هنقفل عليها الكوع معانا. انا محلتوش لانه كان مربوط كويس، يعني كنت لافف عليه تفلون وكان متأمن كويس، ما تحلش خالص. بس لو في حد خش على شغل يشطب زي كده ولقى حاجات زي كده، يحاول ان هو يحله ويتأكد، عشان طبعا مش هو اللي عامل الشغل، فما اضمنش ممكن يكون مربوط من غير تفلون ويسبب تسريبات بعد كده. ده معانا كده القوى الفرنساوي ده هون، عشان اتجاه الوصلة تطلع معانا تبقى نازلة في مستوى عدل مستقيم مع في اتجاه محبس الزاوية. انا ممكن اربط الوصلة بتاعت السخانة على طول على النبل كده، بس هتبقى لفة لبره واخدة دوران وهتتعصر معانا، وهيبقى عمرها مش هتتحمل كتير يعني.
فالكوع ده هو موجود بسن ذكر أو كوع فرنساوي بيسموه يعني. كده السن بتاعه هيربط عليه الوصل على طول. ده النبل اللي هو على الخط البارد، هنحاول إن احنا نحله عشان هنركب عليه محبس. هو محبس أنا بشوف ناس يركبوا محبسين اتنين على السخن والبارد، ملوش لازمة. الخط السخن يركب عليه محبس، هو البارد بس، بحيث إن أنا لو عايز أفصل السخان أتحكم فيه بدل ما أقفل المية عن الشقة بحالها. وكان مدفون ممكن يتحل عادي، هو مضلع من جوه، ممكن يتحل بمفتاح هيلن أو بنس زي كده. هنشوف هيحتاج عقلة قد ايه، تبقى العقل الموجودة وبنقيسها في سنتي ونص وفي 2 سنتي وفي على حسب المقاسات اللي احنا محتاجينها. هنلف عليها تفلون معانا، وبعدين هنعملها بالاسمنت الابيض برضو، لان طبعا مدفونه جامد وفي فروقات حوالين منها. انا شفت شغل صرف خارجي، بعض المتابعين بعتلي كان الشغل ده هو المواسير، الخط الصاعد كان مواسير ظهر كلنا عارفينها دي، بتقفل حوالين منها، بيتصب لها رصاص، ما بتاخدش كله زي البلاستيك يعني، زي المواسير البلاستيك. فكان في مشكلة، والمهم ان كسر حوالي دور او دورين اتنين من الظهر ده هو، واشتغل ووصل عليه بلاستيك. يا ريت في الحالات اللي زي دي يا جماعة إن هو الخط كلاته يتغير، لأن طبعا لما بنركب ظهر على بلاستيك احنا كده كده بنكسر الظهر، فما بيبقاش شغل البلاستيك ما بيبقاش محكوم عليه، ولازم يعمل تسريبات بعد كده. حتى لو عملناه بأسمنت بالذات في الشغل المعرض لإشعة الشمس والكلام ده، هو الأسمنت هيترشق معانا بعد فترة ومش هينفع طبعا ياخد كله، مش هتمسك على المواسير الظهر دي. فالأسمنت كده كده بعد فترة بيترشح، فالأفضل إن هو الخط بحاله يتغير كلاته، خط الصاعد كلاته يتغير مواسير على حسب نوع المواسير اللي أنا شغال بيه. فما ينفعش إن أنا أجي مثلا في دورين أغير بلاستيك وعندي خط تغذية مثلا داخل، وارجع اكسر تاني من فوق واسيب خط التغذية اللي داخل او المشترك معايا ظهر، واشتغل عليه بلاستيك مواسير صرف بلاستيك من فوق ومن تحت، فده مشكلة كبيرة على فكرة. هنعمل حوالين منها اسمنت، نربط لها طبة الأول عشان ما يخشش معانا أي حاجة، دايما يبقى في طبة زي كده أو حتى طبة بلاستيك مش مشكلة تبقى موجودة معانا في العدة عشان نقفل الأسمنت براحتنا ومفيش حاجة تخش معانا جوه. ونحاول نخلي الأسمنت يعني ما يكونش ناشف جامد، عشان لما نيجي نضغط بالسكينة زي كده يخش معانا، يقبل الأسمنت جوه ويخش معانا. لو الأسمنت ناشف مهما عملته برضه هتلاقي فيه فواصل من جوه، فيكون طري كده زي كده أفضل.
ولو احنا مسحنا الاسمنت ده هو وهو طري لسه، بعد ما ينشف شوية هيعمل تجميرة خفيفة كده، يتمسح عادي مفيش أي مشكلة، مش هيزعل في حاجة. هنربط معانا المحبس. ممكن نربط مفتاح فرنساوي برضه لو معناش مفتاح بلد زي كده. المفتاح الفرنساوي هيربط معاك أي مقاس أنت محتاجه، وإن شاء الله انتظرونا في الفيديوهات القادمة، وما تنسوش الإعجاب والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.